بسم الله الرحمن الرحيم. النظام الذي بين أيدينا تم تصميمه لإدارة عمل رياض الأطفال، حيث من المعروف أن عملية استلام الأطفال من قبل أولياء الأمور تأخذ فترة زمنية، إذ تتطلب العملية بتواجد كادر متخصص لاستقبال طلبات الأهالي والاستفسار منهم عن الصف وإبلاغ إحدى المنتسبات أو إجراء مكالمة داخلية للمعلم المتواجد في الصف لتجهيز صف معين لغرض المغادرة. كان الهدف الرئيسي من التصميم هو اختصار الزمن المطلوب، وهذا ما تم تحقيقه فعلا، إذ يتم تزويد أولياء الأمور ببطاقة من نوع RFID، وبمجرد تقريبها من متحسس الدخول المثبت عند الباب الخارجي للروضة، وقبل أن يتم فتح الباب المسيطر عليه من النظام تكون قد وصلت رسالة تنبيه للمعلمة باسم الطفل لغرض تجهيزه. إضافة لذلك أصبحت هناك خصوصية لدخول فناء الروضة، حيث يسجل النظام وقت دخول وخروج الطفل ومعرفة اسم الشخص الذي استلم الطفل، وهذه خاصية مهمة في عملية رياض الأطفال. كما تم معالجة عملية استدعاء مجموعة أطفال من قبل السائق الخاص باشتراك الأطفال، حيث بمجرد استخدام بطاقته يتم إرسال رسائل التنبيه وبالأسماء لمختلف المعلمات وحسب تواجد الأطفال في صفوفهم المختلفة. يقدم النظام العديد من المزايا التي يتطلبها عمل رياض الأطفال، ومنها إمكانية منح أكثر من بطاقة دخول مثلا لوالد أو لوالدة الطفل، تقرير بأسماء الأطفال المتخلفين عن الدوام الفعلي لثلاثة أيام، تقرير بأسماء الأطفال المتخلفين عن دفع الأقساط، تقرير بالمصاريف الشهرية، تقرير رواتب الكادر موضحا فيه الغرامات التأخيرية للمتخلفين والإجازات، تقرير الأرباح والذي يظهر للمدير حصرا، تقرير بمبالغ الأقساط لكل الأطفال، طباعة استمارة تسجيل طفل بكل البيانات الخاصة به، وكذلك طباعة تعهد للصيغة التي ستعتمد بين ولي أمر الطفل والروضة، طباعة باجات لكل أطفال صف بكبسة واحدة، طباعة كارد درجات لكل الأطفال بكبسة واحدة، نقل الأطفال من مرحلة إلى مرحلة جديدة في نهاية العام الدراسي بكبسة واحدة، إمكانية العمل بنظام صيفي شبه مستقل بعيدا عن نظام العمل الدراسي، إمكانية حجب بعض التقارير عن مسؤولة إدخال البيانات وحصرها بالمالك، إضافة إلى مزايا عديدة أخرى لم يتسع الوقت لذكرها. تم اعتماد النظام بروضة الخطوة الأولى كيندرغارتن بموقعها الأول والثاني في مدينة الموصل، وهي السباقة دائما في التميز. إن إدارة هذه الروضة كانت وما زالت تبحث عن راحة الأطفال وأولياء أمورهم، وفعلا حقق هذا النظام بعض من طموحاتهم. شكرا لإصغائكم.